واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاتها جماعيا في ختام تعاملات الجلسة، فزاد مؤشر اي جي اكس 30 الرئيسي بنسبة 1.2% مستمرا ليومه الثاني على التوالي في تحقيق مستويات تاريخية جديدة لم تحقق منذ تدشين المؤشر عام 98. وصعد مؤشر اي جي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 24%، كما ربح مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا بنسبة 73%. للمزيد معنا من مقر البورصة المصرية احمد فرج مراسل اون لايف من هناك. احمد، طالعنا باخر المستجدات، وطبعا المؤشر الثلاثيني يعني يضرب رقما قياسيا، تفاصيلك. إذا المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يتجاوز نقطة 14,000، لم يتجاوزها خلال جلسة اليوم فقط، ولكن تجاوزها خلال جلسات مطلع هذا الأسبوع، الجلسة الرابعة على التوالي التي تسد ارتفاعا للبورصة المصرية، عزز من المكاسب وفتح الشهية أمام المستثمرين. وأيضا نتحدث عن أن المكاسب منذ جلسات هذا الأسبوع ومطلع هذا الأسبوع قد مكاسب رأس المال السوقي قد تجاوزت 18 مليار جنيه. جلسة اليوم فقط كسب رأس المال السوقي فيها تجاوز ل 8 مليارات جنيه، وحجم السيولة كان مرتفعا للغاية، وصل إلى 1,500,000,000 جنيه. على أي حال، صعود جماعي لكافة مؤشرات البورصة المصرية بنهاية جلسة اليوم، فقط تراجع لبورصة النيل في نهاية الجلسة. نتحدث عن أن إي جي إكس 30 المؤشر الرئيسي ارتفع بنسبة 1.2% في المئة ليستقر عند النقطة 14,342. إي جي اكس 20 ارتفع بنسبة 24% في المئة ليستقر عند النقطة 781. وإي جي اكس 100 ارتفع بنسبة 73% في المئة ليستقر عند النقطة 1768. على أي حال، جنسيات المتعاملين هي كالتالي: المصريين استحوذوا على النسبة الأكبر، وصلت إلى 81.19% في المئة متجها نحو البيع، والأجانب 10.33% في المئة متجهة نحو الشراء، والعرب 8.49% في المئة متجهة نحو الشراء. أما فئات المتعاملين خلال نهاية جلسة اليوم، نتحدث عن أن الأفراد استحوذوا على النسبة الأكبر التي وصلت إلى 71.18% في المئة متجهة نحو البيع، والمؤسسات 28.81% في المئة متجهة نحو الشراء. ولكن الأسهم الأكثر ارتفاعا وأسهم الشركات الأكثر ارتفاعا خلال جلسة اليوم تأتي في المرتبة الأولى: بنك قناة السويس 8.9% في المئة، والدولية للمحاصيل الزراعية 6.72% في المئة، وأوراسكوم للفنادق والتنمية 5.92% في المئة، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 5.78% في المئة، والشمس للإسكان والتعمير 5.58% في المئة. أما أسهم الشركات الأكثر انخفاضا خلال جلسة اليوم تأتي في المرتبة الأولى: مستشفى النزهة الدولي 9.67% في المئة، مصر للزيوت والصابون 8.63% في المئة، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية 7.29% في المئة، وشركة مستشفى كليوباترا 3.80% في المئة، والألمونيوم العربية 3.38% في المئة. أما القطاعات الأكثر نشاطا اليوم، يعني يستقر قطاع العقارات في المرتبة الأولى، نتحدث عن 255.79 مليون جنيه، والخدمات المالية في المرتبة الثانية 206.99 مليون جنيه، والبنوك 167.59 مليون جنيه، والاتصالات 108.68 مليون جنيه، والكيماويات 71.49 مليون جنيه، والتشييد والبناء 71.78 مليون جنيه،
والخدمات ومنتجات صناعية والسيارات 56.12 مليون جنيه مصري خلال جلسة اليوم. إذن يسجل المؤشر الرئيسي أعلى نقطة له خلال هذه الجلسة وخلال جلسات الأسبوع، يعني ليتجاوز نقطة 14,000، ويعني يفتح الشيء أمام المستثمرين. ومكاسب رأس المال السوق تقدر اليوم بحوالي 8 مليارات جنيه. نعم أحمد فرج، بشكرك على كل هذه التفاصيل، مراسلنا من مقر البورصة المصرية، شكرا لك.